نرجع الحكم ماتش اكبر منه بكتير. يعني عشان يحكم الاخ دوت، عشان يحكم، انا بقول لك عشان يحكم الماتش ده صعب جدا. ان انا اعرف ان هو بقى له 3 سنين تقريبا حكم، يعني والله ليه وصل. انا بس عايز اسال سؤال يا كابتن شوبير. نعم. الثلج لما نزل في المانيا واسبانيا وايطاليا وفرنسا وانجلترا ونزل في اوروبا كلها، ما نزلش في النمسا؟ عطل السيارات؟ يعني البلد الوحيده اللي في اوروبا اللي ما فيهاش ثلج. يعني المانيا رافض، قال لك مفيش تعتبر. الباقي الدول ايه؟ دي من النمسا ليه؟ ما احنا النمسا دي احنا عارفين يعني ايه كلمه النمسا، ما احنا عارفين في ناس عامله معاها معاهدات كتير قوي مع النمسا في الرياضه. النمسا دي ده الراجل جاي اتجاه واحد. انا بقول لك الراجل جاي اتجاه واحد. وراجل ده في كور، انت الراجل انت في الدم، بس مش في حاجات بتشغل بالك منها. ده لعب شغال وهو بص ناحيه ثانيه. الف ب في كوره الاخ واقع على الارض، لعيب من النادي الاهلي واقع على الارض، الكوره حاططها بالرجلين، واللي فيه اللي هيتعرضوا للاصابه. فهو اثنين من اللعيبه بتاعنا عايزين الكوره، عايزين الكوره. الراجل ما صفرش فاول تمام. وفي واحد عبد الشافي معدي بالكوره وحسام جالي مطيره، وراح ابراهيم صلاح بيقول له ده انذار، راح مدي لابراهيم صلاح انذار وما اداش الاخ، تعالى يا حسام جالي. طب ينفع كده؟ ما هي دي من ضمن الحاجات اللي تؤخذ يا كابتن شوبير. مش انت بتسالني على الحاجات المؤخذة كتير. اولا اي حاجه فيها شك الناحيه الثانيه تمام. مش تكوينه وقراراته اقل من امكانيات الماتش كتير جدا، امكانياته اقل من امكانيات الماتش كتير جدا. فانا بقول الناس اللي اختارت كابتن محمد حسام ده عزيز عليا جدا وبحبه جدا. بس برضه كنا نحاول مع الدول الكبيره، نحاول مع مش معقول التلج يكون ساب النمسا ومسك العالم كله يعني تمام. انما برضه بقول حاجه يا كابتن شوبير. نعم. بقى الحمد لله احنا كنا عايزين نفرح جمهور الزمالك للمكسب. كان النادي الزمالك الجمهور وهي نفسه اللي مكسب اهداف كمان. بس انت بتلعب ماتش الزمالك والاهلي، القصه دي صعبه طبعا. بس بقول احنا الاول، بتفرج ثاني احنا اول، والخطوه الحمد لله بتزيد نقط، خدت نقط او بتزيد. طب كابتن ابراهيم، البعض بيلوم على حسام حسن انه بدا المباراه بدون راس حربه، ودي كانت مفاجاه، وبالتالي محمد ابراهيم ده ايه؟ محمد ابراهيم حرب؟ لا بس مش راس حربه اساسي، مش راس حربه صريح. كان جاب جون دلوقتي وعمل زماننا دلوقتي مصر هللت. لا معلش، كل قلت يا كابتن عندك في الاستوديو الدنيا هللت وجول الاستوديو. معلش بس احنا تغيير وانت عارف الماتشات دي يا كابتن ليها تفكير معين يناسب الماتش في وقت معين، بتختار حاجات تناسب الماتش. فعادي جدا. طب احنا ما يعني انا معلش انا طبعا احنا بنتكلم على لا اتفضل اتفضل في ماتش قاعد فرقتين. هو يعني في تغييرات الناحيه الثانيه مفاجاه. فدي ناس بقى بره الموضوع كله بقى وعمل عمليات وبتلعب النهارده. لو كان حصل حاجه تقدر تقول انما ما لعب النهارده تقول ايه؟ لا هو الزمالك بيلعب من بدايه الموسم اما باحمد جعفر اما بابو كوني اما براس حربه. النهارده اول مره ما لعبش براس حربه صريحه يا كابتن ابراهيم. عادي في حاجات في معينه ما اقدرش اقول لك عليها اسرار معينه، ان انا في احمد ابراهيم ليه غرض انه يلعب النهارده، وحسام كان عنده الفكر ان هو في بقى عدم التوفيق، هو في عدم التوفيق كان موجود. انما الناس طبعا يعني انا شايف الناس طبعا احنا زعلانين وجمهور الزمالك طالع زعلان عشان ما كسبناش، والناحيه الثانيه على العكس على النقيض، على النقيض بقى الدنيا لسه فرحانين بالتعادل وطالعين بيغنوا بيرقصوا، واللعيبه برضو يعني انا كل طبعا انا يعني بهني النادي الاهلي طبعا النقطه، وانا بقول الحمد لله على النقطه برضو، لان ما تعرفش ما يعني ممكن كانت العمليه وانت الامور ماشيه عليها ممكن الماتش يروح. بس انا لما جبت كابتن زيزو على كابتن ابراهيم، لما جبت كابتن زيزو على التليفون كان زعلان جدا على انه خسر نقطتين، بيقول انه كان يستحق ال3 نقاط. وجهه نظري طبعا واحترم رايه، بان هو كل واحد ليه راي، انا ما احجرش على رايه طبعا. انما اسال القلب من جوه يرقص ازاي؟ اسال القلب. ربنا اعلم بالنوايا بقى. ان هما الماتش ده كان الماتش دوت، انا بقول لك كابتن شوبير اهو، الماتش ده كان هيبقى لو ربنا كرم النهارده وكسبنا، كان في ناس كتير كان ناس على الناحيه الثانيه كانت ممكن تبطل تمام. ناس كتير كانت ممكن تبطل، فانا بكرر ثاني اهو، انما يعني اهو فعشان القلب من جوه بيرقص، انما من بره هنقول بقى كنا المكسب وكنا نستحق المكسب وبتاع. انا نستحق المكسب، فين الفرص عشان بس يعني الشوط الثاني معظمه كان الشوط الثاني 3 نقلات، انا 3 نص ملعب، اقول لك انا احسن فرقه. الشوط الثاني السيطرة معظمها للنادي الأهلي. السيطرة فين يا كابتن شوبير؟ ثاني حتة الشوط الثاني
أيوة السيطره واللعب كله في نص ملعب نادي الزمالك فأني التسديد على عبد الواحد والدليل ان احمد عادل يا كابتن ابراهيم لم يختبر حتى بكره عرضيه يا كابتن شوبير في اي جزء من الملعب في نص ملعب الزمالك في نص الملعب عامه نص الملعب يعني كل اللي هي الحاجات اللي هي ولا خبر ولا بتجيب خبر اللي هي البساطه العاديه واحنا بنقعد نلعب في نص الملعب برضو بس بالعكس الفرصه الاكيده اللي كانت ممكن تيجي بتاع حازم امام في الشوط الاولاني لو جه انا بقول لك لو جون ده جه لان انا شايف حاله اللعيبه اللي قدامي ما كانش حد يلم نفسه بس هي خلاص اللعيبه الماتش خلص كده وربنا كان مفيش خصومات او عقوبات على لعيبه الزمالك كابتن ابراهيم لا خالص مفيش حاجه كابتن واللعيبه عملت اللي عليها وانا لعيب كوره ولعبت قبل كده وعارف ان الماتشات دي بالذات ممكن ابقى جاي عايز ابقى اكسر الدنيا ممكن مش في حالتي ففي لعيبه ما كانتش في حالتها انما الحمد لله النهارده خدنا الغرض من الماتش ما كسبناش ما خسرناش يعني اهم حاجه ما كسبتش ما تخسرش عشان انت الاول عشان احنا بنكرر ثاني احنا الاول وبنحافظ على كده عشان نلعب على البطوله انما لسه في دور ثاني وهنقابل ثاني الناس وان شاء الله بنوعد باذن الله ان ربنا يبقى كريم باذن الله ونحقق الحاجه اللي الجمهور الزمالك كان عايزها وهتحقق باذن الله وانا ما قلتش حاجه قبل كده وما حصلتش يعني كابتن ابراهيم احنا بننهي الدور الاولاني ما طبعا مع حتى بماتش الانتاج ان شاء الله بنلاقيين الاول وبعد كده نبتدي الدور الثاني بقصص جديده وتفكير جديد وان شاء الله اللي ما كانش في حالته النهارده هيبقى حالته الماتشات الجايه باذن الله كابتن ابراهيم حسن مدير يا كابتن نعم نفسي اعرف الثلج ما نزلش نزل في الدنيا كلها ما نزلش في الانتا هو انت قايل يعني انت اصابع الاتهام بتروح فين في معاهده ما بين الاهلي والنمسا مثلا لا انا ما بسميش اسامي حد بص ايه لان انا راجل يعني الحمد لله عندي الفكر ان انا ابقى حاسب على كلامي كويس قوي ان ما اعرف الناس في ناس عندها اتفاقيات في ناس عندها مشاكل مع حد ناس بتحب حد ناس بتتصرف فخلي بالك انت حتى في مصر يا كابتن ابراهيم ممكن تلاقي مطر في اسكندريه ما تلاقوش في القاهره ما هو اصل هم بينهم بعضهم تبدا يا راجل الحدود بتاع الدول الاوروبيه ما فيش حدود سواء الشارع العربي كابتن ابراهيم حسن اشكرك الثانيه ما هتفتح في ايطاليا كابتن ابراهيم حسن اشكرك شكرا جزيلا